شبيبة بجاية وشبيبة القبائل. هذه هي لقطات المباراة كريم. نبدأها بصور من زوايا أخرى. هكذا الشوط الأول نشاهد بالكرة الأولى التي جنبت أو اصطدمت بالقائم، بعد ذلك عمل لعواج، ولكن الهدف جاء بهذه الكيفية لشبيبة بجاية التي قدمت واحدة من أفضل مبارياتها هذا الموسم. ياطي والذي سجل الهدف، بعد ذلك شعلالي أو عفوا عواج على أن سجل الهدف الفوز. عواج إذن يسجل الهدف بهذه الطريقة، هدف جميل. لا يسجل كثير عواج، ولكن لما يسجل يسجل أهداف جميلة. حتى هدفه أمام مولود طهران كان جميلا. الشوط الأول إذن انتهى بالتعادل. حموش الذي جاء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في شبيبة بجاية رمى بكل أوراقه في الشوط الثاني، ولكن طبعا بعد ذلك جاءت ضربة جزاء مع سقوط يسلي داخل منطقة العمليات. ضربة الجزاء سنشاهد إعادة سيزكريني أعتقد. لا، فيها ضربة جزاء زائد بطاقة، لأن الدفع باليد اليمنى في الكتف. إذن فعلا، ولكن ريال لم يستغل الفرصة والكرة مرت فوق العارضة الأفقية. هنا هشام يوسف زكريني المنعرج كان هنا في هذه المباراة لما ضيعت شبيبة القبائل فرصة التقدم. وبعد ذلك قبل ذلك سنشاهد هذا الشاب يوسف هشام، تذكره جيدا، اسمه عبود، مهارة فنية وإمكانية كبيرة. قد يكون نوعا ما أناني في هذه اللقطة، أناني صغر سنه، ولكن الحركة الأخيرة التي لا تعجب لما تم دفعه من قبل زميله، حتى طريقة رده كانت بالبراءة. فضلت أن نركز على هذه الصورة. هؤلاء الشبان يحتاجون إلى الدعم وليس إلى الضغط في هذه حكم والبقية في أسماء قادمة بقوة. بعد ذلك شاهد ماذا حدث في الكون. سيزكريني هنا عناصر شبيبة بجاية ورأى خلف مرمى شبيبة القبائل، وهنا بدأت الاستفزازات. سيكريني يقول لي بعد ذلك سأتكلم، ولكن شاهدنا الصور طبعا حتى لا عدنا الوقت الكافي. معليش سيد سكريني، فضل سكريني، حتى التركيب ركبناه خصوصا للحديث عن هذا الذي حدث. هنا الجمهور راه يرمي في الحجارة على ضد الحارس عسلة. الحكم دير واش لازم يدير، واش لازم يدير؟ ان جاب نادى العسله، جاب اللاعبين لوسط الميدان، وقف المباراه. علاش وقف؟ كان سقوط الحجاره داخل الميدان. لما حبس طبعا سيزكرين سنعود بعد ذلك. انا كنت اقصد الحديث عن الهوامش، ولكن بعد ذلك شبيبه بجاية سجلت هدف فالفوز والانتصار الذي يعني 3 نقاط بفضل البديل شعلالي الذي دخل سجل ضد فريقه السابق شبيبه القبائل. فرحه السريه، الفوز الثالث فقط لشبيبه بجاية هذا الموسم، 3 نقاط. نعم يوسف كمينة، راح نقول أنه شبيبة بجاية ظهرت بوجه قوي جدا. هذا ما يفعله الديربي يوسف. الديربي يخليك حتى وإن كنت في المركز الأخير والفريق في المركز الأول تكون محفز، الديربي يتغير. لكن كريم بصراحة المجموعة التي توجد في شبيبة بجاية ما تستاهلش هذه المكانة الموجودة فيها. عناصر شابة تلعب كرة جميلة، لكن أظن أنه دخلوا في وكأنه في حالة بسيكولوجية دخلتهم في نفق كان صعب. ولكن ما حدث من هذه الصور لا يشرف تماما. لأول مرة ديربي قبائل يخرج عن إطار رياضي وبطاقة حمراء للحارس مالك عسلة. الأمور تجاوزت كل الصور لا نريد أن نشاهدها تماما، خاصة الوادي لأول مرة أن ديربي بجاوي